صحيح، ضمن مساحتنا الطبية لليوم رح نحكي عن موضوع الحساسية يلي بيصير رشا نتيجة التغير بين الفصول، وخصوصا فصل الربيع، والأطفال هم أكثر الأشخاص عرضة لهي الحساسية نتيجة يمكن مناعتهم الضعيفة شوي. لنحكي ونطرح مجموعة من الاستفسارات. بيسعدنا نرحب بالدكتور عصام أنجق اختصاصي أطفال. يسعد صباحك. صباح النور. أهلا وسهلا فيك دكتور. صباح الخير دكتور، ورمضان كريم. رمضان كريم على الجميع. هلا نحن تكونوا بفصل الربيع، فنحن كثير عم نشوف حالات بيقولوا لك، خلينا نحكي هيك، انه فلان معه رمد ربيعي بسبب فصل الربيع، فلان عنده حساسيه كثير كبيره، دائما بيروح لل انه بصير سيلان، بصير انه دائما عيونه عم تدمع، نفس بسبب فصل الربيع. هلا دائما بتغيير الفصول نحن عم ننصاب، يعني عم ناخذ حصه من كل فصل، ولكن دائما الربيع له خصوصيه لحاله، ودائما مثل ما قالت نيرمين انه الاطفال شوي بيكونوا النسبه اكبر، ما بنعرف اذا المناعه هي السبب او شيء ثاني. خلينا اول شيء نشرح شو هي حساسيه فصل الربيع. هلا حساسيه فصل الربيع ما هي مرض واحد، هي مجموعه من الامراض اللي ممكن تصيب الاشخاص بشكل عام، يعني مو بس الاطفال، ممكن تصيب الكبار والاطفال، لكن عند الاطفال اكثر، مو لانه عندهم ضعف مناعه، وانما الحساسيه مع الزمن الانسان ممكن هو يتغلب عليه. يعني في كثير مثلا اطفال اول ما بيولدوا ممكن يظهر عندهم ربو، الربو عند الاطفال ممكن على عمر السنتين يروح، ممكن في منه بيروح على عمر الست سنين، او يعني غالبا اكثر شيء ممكن يستمر ل 12 سنه، اما الشيء اللي بيستمر لبعدين عند الكبار هذاك بيكون بقى صفى انه يعني صعب انه يروح، وهذا بيكون نسبته كثير قليله، لانه الجسم بطبيعته هو بيكون عنده قابليه للتحسس، هالقابليه هي ممكن مع الزمن الجسم يتغلب عليها، نتيجه انه الجسم بيكون الضاد لهالمرض هذا او لهالشيء هذا اللي عم يتحسس منه، فبتخف الحساسيه عنده مع الوقت. لكن بشكل عام يعني الحساسيه هي مجموعه من الامراض، مثل الربو مثل ما ذكرتي، في عندنا التهاب الملتحم التحسسي، في عندنا الرمد الربيعي، في عندنا الرشح التحسسي، وفي عندنا بعدين الأكزيما التحسسية، فهدول مجموعة أمراض كلها مرتبطة مع بعضها. وفي عندنا نحن بالنسبة لهالحالة هي مو بس يعني الفصل له دور بالموضوع، في عندنا قابلية وراثية للموضوع، يعني نحن ما بنشوف الحساسية عند كل الأشخاص، إنما بنشوفها عند أشخاص معينين، والسبب هو إنه في بعض الأشخاص بيكون في عندهم وراثة لهالشيء هذا، يعني عندهم قابلية للحساسية أكثر من غيرهم، لذلك بيصير عندهم هالتظاهرات هاي. طيب دكتور خلينا نحكي عن أبرز الأعراض يلي عم تكون أو تترافق، وأكيد كل أعراض رح يكون تشخيص لمرض مختلف، بس يمكن في أعراض عم تكون شائعة أكثر من غيرها بهذا الفصل. هلا هو أهم عرض موجود بالحساسية هو الحكة، طبعا الحكه هي عرض شائع وبنشوفها بكثير امراض، بس بامراض الحساسيه يعني بتكون واضحه، بس الحكه ممكن تكون بالنسبه لمثلا اذا كان في عندنا حساسيه جلديه بنلاحظها على الجلد، اذا كان في عندنا حساسيه بالعين، التهاب ملتحم تحسسي بنشوفها بالعين، اذا في عندنا زكام او رشح تحسسي فممكن نشوف الحكه بالانف، بصير شعور بالحكه بالانف. بس الأعراض الثانية اللي ممكن نشوفها بتختلف حسب مكان ظهور الحساسية أو حسب الجهاز اللي تأثر بالحساسية. مثلا لما بيكون عندنا إصابة بجهاز تنفسي طبعا رح يصير في عندنا بهالحالة ربو تحسسي، الربو رح يتظاهر بالسعال، بضيق النفس، صعوبة أو صعوبة التنفس، ممكن يصير في عندنا صوت تصفير أو تزمير بالصدر، نشعر فيه نحن إذا قربنا من المريض نشعر أنه عنده صوت التنفس واضح، له شخرة أنه مثل شخير، أو حتى مثل إذا بتحسي مثلا إذا بتسمعي القطة كيف بتتنفس، صح، فهذا الصوت نحن بنحسه بالنسبة للمريض. بالإضافة لهالشيء هذا طبعا المريض بتنفس بسرعة، بيكون في عنده صدره ملاحظ عم يصغر ويكبر بسرعة، في عنده حتى بين المسافات اللي بين الأضلاع بنسميها نحن المسافات الوربية ملاحظ عم تنكمش لجوا، هاي الأعراض كلها بتكون موجودة عند المريض اللي عنده إصابة بالصدر. هلأ إذا كان إصابة بالعين بنلاحظ في عنا دماع بالعين، في عنا احتقان أو احمرار بالملتحمة بيظهر واضح عند المريض، وبالإضافة إلى الحكة اللي ذكرناها. إذا كانت الإصابة بالأنف أيضا رح يصير في عنا حكة بالأنف، رح يصير في عنا سيلان من الأنف، السيلان طبعا رح يكون سائل رائق من الأنف وبشكل مستمر، وبيختلف عن الجريب أو الرشح العادي اللي بيصير بفصل الشتاء، إنه هون نحن الأعراض ما بتتحسن خلال أيام، يعني
الرشح او الجريب اللي بسبب فيروسي، عاده الاصابه ممكن خلال اسبوع او سبعة ايام ممكن تروح لحالها، لكن بالنسبه للرشح التحسسي رح تستمر لفتره اطول. وايضا ممكن يصير في عندنا سعال اذا كان في عندنا التهاب بالبلعوم تحسسي. هاي الاعراض اللي ممكن نشوفها. هلا اذا صار عندنا حالات، في بعض الحالات ممكن تصير على الجلد، بصير في عندنا مثل اكزيما، بصير في عندنا حكه، ممكن يصير في عندنا بعض الحبيبات اللي بتظهر على سطح الجلد نتيجه الاصابه. دكتور، حضرتك ذكرت اكثر من نوع واكثر نحن من ممكن نشوف اعراض، نعرف اليوم انه هذا بسبب فصل الربيع، كل شيء له علاج لحاله، إن كان بالحساسية، إن كان بالعين، إن كان بالجلد. إذا هيك حبينا نضوي على كل عارض منهم، كيف اليوم الطبيب عم يروح لعلاج مريضه؟ هلا هو في علاج للتحسس بالنسبه لهالحالات، هي علاج واحد تقريبا، هي مضادات الهستامين بنسميها، اللي هلا تطورت وصار منها اجيال كثيره، صار في عندنا اجيال حديثه. مضادات الهستامين القديمه كانت كلها بتسبب النعاس والوسن، وهالشيء هذا يعني في ناس كثير مو مرغوب عندها انه يصير عندها حاله نعاس، مثلا مثل الطفل اذا راح بيروح على المدرسه فما راح يقدر يدرس او يتعلم، راح يصير عنده نعاس. الشخص الكبير طبعا اذا كان بيسوق سياره او عنده اعمال مثلا بدها تركيز او شيء كمان بتشكل مشكله. لذلك هلا مضادات الحساسيه تطورت وصار في منها اجيال جديده اقل تسبيبا للنعاس. فلذلك نحن اهم العلاجات هو مضادات الحساسيه يلي موجوده باشكال مختلفه، شرابات او حبوب او حتى بتعمل اجابه لكل الاعراض، كان تعمل استجابه لمعظم الاعراض، لكن نحن في عندنا بالاضافه لهالشيء هذا في عندنا معالجات بتختلف حسب مكان الاصابه. مثلا اذا كان عندنا اصابه بالجهاز التنفسي مثل اعراض الربو، في عندنا الموسعات القصبية، كمان في عندنا الموسعات القصبية في عدة أشكال. سابقا أول شيء كان في عندنا مركبات التيوفيلين، حاليا صار في عندنا مركبات جديدة مثل السلبوتامول، مثل التربوتالين، مثل أدوية ثانية. كل هالأدوية هي هدفها توسيع الأصابات، لأنه الشيء اللي بيصير وقت بنصاب الشخص بالربو رح يصير في عنده تشنج بالأصابات، رح يصير في عنده زيادة بالمفرزات، فهذا عم بيعيق التنفس. حتى نتغلب على هالشيء هذا بدنا نعطي ادويه بتوسع الاصابات وبتساعد المريض على انه يتنفس بشكل اسهل. هالادويه هي طبعا ممكن تنعطى عن طريق الفم، ممكن تنعطى عن طريق الانشاق او عن طريق الارزاز باجهزه خاصه او باماكن، اذا كان الحاله شديده ممكن مثلا بالمشافي الى اجهزه خاصه لحتى تنعطى. ايضا من الادويه اللي ممكن تستخدم، ممكن نستخدم مثلا الاسترويدات او الكورتيزونات بشكل عام، كمان بتساعد بتخفيف هالاعراض اللي بتصيب المريض المصاب بالربو التحسسي. هلا بالنسبه لاصابه العين مثلا، ممكن في بعض القطرات العينيه اللي هي غالبيتها مضادات الهستامين باشكاله المختلفه، او ممكن حتى احيانا نلجا بالحالات الشديده للاسترويدات اللي هي على شكل قطرات ايضا، بالاضافه الى اعطاء بعض الادويه عن طريق الفم مضاده للهستامين. اذا كان حساسيه بالانف ايضا كمان في عندنا بخاخات انفيه تستخدم لعلاج الحالات. بالنسبه للحساسيه الجلديه ممكن بعض الكريمات او المراهم حسب مكان الاصابه، حسب نوع الاصابه، اذا نازي او جافه ممكن نحن نستخدم مرهم او كريم، هذا الشيء بيختلف حسب الاصابه. نعم دكتور، خلينا نحكي اكثر من وضح نقطه ذكرت من شوي، انه بينصاب الحساسيه ممكن يكون او بجزء كبير منه هو عامل وراثي. الحساسية إلى دواء يعني، ولا هذا الشخص اللي بيصاب الحساسية هو كل فصل أو كل سنة بده ترجع عنده هاي الأعراض نفسها، يعني يعالج إنه بشكل دائم ولا لا مع العمر يعني؟ تماما. هلا هذا سؤال كتير حلو يعني، وله طبعا إجابة. هو إنه الشخص إذا نحن عرفنا شو هي المادة الأساسية اللي عم يتحسس منها، وهذا الشيء بيكون بإجراء اختبارات حساسية على الجسم، بيجيبوا المواد اللي عادة هي شائعة لتسبب الحساسية. وهالمواد طبعا تختلف من دولة لدولة، يعني مو الشيء اللي موجود بأوروبا مو نفسه اللي ممكن يكون موجود عندنا. في بعض المواد بتكون مشتركة بين الدول، لكن في مواد بتختلف، فبيطبقوا هالمواد هي على الجسم وبشوفوا الجسم لأي مادة ارتكس أكثر شيء، فبيحاولوا يساووا شيء اسمه إزالة التحسس. إزالة التحسس إلى مبدأ هو انه نحن نعطي هالمواد هي اللي عم تسبب الحساسيه بكميات قليله ونزيدها تدريجيا لحتى الجسم يتغلب عليها ويشكل لها اضداد فيه، وبيعود لما الجسم بيتعرض لهالمواد هي ما بيعود يصير عنده حساسيه. وهالشيء هذا يعني مطبق كثير وبكثير من الامراض. طبعا نحن مو دائما ممكن نحن نعرف شو هي الماده اللي سببت الحساسيه،
لكن إذا قدرنا نعرف شو هي المادة وساوينا العلاج هذا بإزالة التحسس، فهذا كثير بفيد الأشخاص اللي عندهم تحسس إنه ما عاد يصير عندهم مشاكل تحسسية. بس يعني هي تطبيقها أول شيء بده يعتمد على إنه يكون عندنا المواد اللي بتساوي الحساسية للدولة نفسها، واستجابة المريض كمان ممكن تختلف من شخص إلى شخص آخر. تمام. اليوم دكتور الأطفال مين أكثر فئة هي مستهدفة بهذا الفصل؟ يعني في أطفال عندهم هن مشاكل بالأصل أنفية، عندهم جيوب، عندهم ناميات، ممكن هدول يكونوا أكثر عرضة لموضوع الحساسية للسيلان الاحتقان أو كيف؟ هلا هو التأثير أكثر شيء بيكون على الأطفال اللي عندهم بنية تحسسية وراثية، يعني هو هذا المرض الحساسية العلاقة كثير بالوراثة، والحساسية بالنسبة للوراثة يعني بالنسبة للأمراض اللي بنشوفها ممكن مثلا إذا كان بالعائلة ممكن يكون في عنا ربو، وممكن يكون في عنا أكزيما تحسسية أو التهاب أنف تحسسي أو التهاب ملتحمة تحسسي، فمو دائما الإصابة بتكون نفسها، يعني نفس العائلة ممكن إذا كان في عنا حساسية أشخاص يصابوا بالربو، أشخاص بيصابوا بأكزيما جلدية، أشخاص بيصابوا التهاب أنف تحسسي، فالعامل الوراثي بيكون موجود بس التظاهر بيختلف حسب الأشخاص. فالوراثة هي لها أكبر دور بالنسبة للموضوع أنه يصير عندهم حساسية. هلأ الإصابة بهالحالات هي ممكن تكون أشد لما بيكون في عندنا مشكلة، مثلا إذا طفل عنده تضخم بالناميات وصابه حساسية حتكون الأعراض عنده ظاهرة أكثر. إذا كان طفل عنده مشاكل مثلا صدرية بالأساس بسبب خلقي، يعني بالرئتين عندنا مشاكل خلقية بالرئتين وصابه حساسية بالنسبة لصدره بالنسبة لربو تحسسي كمان حتظهر الأعراض عنده بشكل أكبر. أيضا لما بيكون في عندنا حالات إنتانية، يعني إذا انصاب الشخص بأعراض تحسسية وصابه مع الحساسية إنتان مثلا فيروس أو بجرثومة وسببت له التهاب بالرئة وإنتانات بالرئة، فهذا رح تظهر الأعراض عنده بشكل أوضح. نعم. خلينا كمان دكتور هيك لو انتقلنا شوي من الأطفال للكبار، دائما بنشوف عند الأشخاص حالة تحسس، إذا بدنا نقول هي بتترافق بأعراض أنفية وصداع، دائما هذا السؤال عندي إنه ما في يعني مو معروف من شو، بيقول لك من الطقس، يعني بالصيف بالربيع بكل الحالات موجودة عند هاي الحالة، ما له علاج هذا الموضوع؟ هلا العلاج هو اول شيء مثل ما قلنا يعني نعطي الادويه المضاده للحساسيه بشكل عام، اما بشكل وقائي او بشكل علاجي وقت بتصير الحاله. لما بيكون عندنا شيء مستمر ممكن نستخدم نحن مضادات الحساسيه لفتره، مثلا احيانا نستخدمها لمده شهر او لمده 3 اشهر، والشيء هذا يعني بيساعد كثير انه يخفف. هلا صار في عندنا ادويه جديده هي ادويه وقائيه للحساسيه مثل المونتلكاست، هذا دواء بينعطى للوقايه من التحسس، بيساعد على فراغ. هو اللي بس الشيء اللي بصير بالنسبه للحساسيه انه في عندنا جلوبولين مناعي اسمه الاي جي اي، هذا بتحرر من كريات خاصه بالدم موجوده ضمن الدم، هي بتحرر هالجلوبولين هذا هو اللي مسؤول عن ظهور الاعراض. فالدواء هذا هو بيساعد على تفريغ الخلايا من هالمواد هي، وبالتالي ممكن يعطي وقايه او ممكن يعطي شفاء لفتره طويله، بس لفتره قصيره. كنت عم تركز على انه العلاج بينعطى لفتره شهر مثلا او 3 اشهر او احيانا 6 اشهر، يعني ممكن بعدين يصير عندنا تحسن بالاعراض. نعم. هو يمكن دكتور اذا كانت فتره العلاج كثير طويله ما بقى الجسم يستجيب للادويه حسب الدواء لنوع واحد، حسب يعني الدواء. واحيانا نحن بنضطر انه لحتى نشوف اذا في استجابه للمريض للحساسيه ممكن نحن نبدل بالزمر الدوائيه، لانه عندنا مجموعه ادويه مثلا مثل الالتهاب، شلون عندنا في صادات مثلا بنسلين، في عندنا امبيسلين، في عندنا سيفالسبورينات، في عندنا مجموعه من الادويه للالتهاب، نروح للشيء حسب الجرثوم مثلا ما استجاب لهذا العلاج ممكن يستجيب لعلاج اخر. فنحن بالنسبه للحساسيه ايضا في عندنا مجموعات دوائيه ممكن نبدا بمجموعة معينة، وإذا ما استجاب المريض ننتقل لمجموعة ثانية أو مجموعة ثالثة. دكتور عصام شكرا اليوم لتواجدك معنا، وبنتمنى الصحة والسلامة للجميع، ويمرق هذا هيك الشهر ويكون خفيف على الجميع إن شاء الله. شكرا لكم. شكرا كثير لك دكتور. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك.